ان خطا تحكيمي وارد في اي لحظه من لحظات المباراه، تبقى الوقع ديالو على النتيجه هو اللي تاثر بشكل كبير على النفسيه ديال المنافسين. اي حكم ممكن انه يخطا، ولكن من النتيجه تتغير والمجرى ديال المباراه تتغير بواحد الشكل اللي تاثر على النتيجه، فتنظن بان هذاك هو اللي تيكون. حنا تنفتخروا مجموعه ديال الحكام المغاربه، تنظن بان السي بشعيب الحرش والثنائي اللي كان معاه فقام مباراه جيده في نهائي كاس افريقيا، كذلك سي بو الحواجب والاخوه اللي كانوا معاه فكانوا في مستوى جيد في النهائي. هذا تيبشر بالخير، ولكن بالنسبه لي شخصيا ما تنتمناش ان يكونوا اخطاء تحكيميه، لكن في الموضع اللي كنت فيه فتنتمنى انني ما نكونش انا هو الضحيه. تسلم لي، كنت معنا على موقع البطوله. شكرا جزيلا. شكرا لك.